ما احنا اليوم حضرنا يعني وين فريق من الجزائر العاصمة، هو فريق الأبيار، هذا الفريق يعني المعروف بالتميز نتاعه، دونك هذا هو وضع بصمة أخرى من بصمات يعني أبناء وبنات الجزائر في المستوى العربي. اليوم تحصلوا على الكأس العربية بكل جدارة واستحقاق. احنا بالنسبة لنا باسم السيد الوزير شباب ورياضة والسيد ولي ولاية الجزائر اللي عندهم عناية خاصة لمرافقة ودعم التميز، احترنا اليوم بها نقول لهم بارك الله فيكم، يعني راكم شرفتم الجزائر، كنتوا خير سفراء الجزائر، يعني مثلتوها أحسن تمثيل، وتم انتزاع هذا اللقب يعني ليتوج يعني هذا الفريق يعني المتميز مرة أخرى، ويزيد يعني جاب رصع مرة أخرى لا فيترين تاعنا تاع الجزائر والرياضة الجزائرية، وهذا كتب اسمه بأحرف من ذهب. إن شاء الله يعني على حسب كما تكلمنا مع الرئيس نبقاو الرافق والتميز دائما وأبدا، ويعني هذا النادي يرتقي إن شاء الله إلى مصف النوادي الكبرى على المستوى القاري ولما لا على المستوى العالمي، وعنده كل الإمكانيات باه يوصل هذا المستوى. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا البنات تاعنا تاع كرة اليد تشرفونا في هذه المرة هذه، يعني كل مرة يلحقوا يعني لا فينال وما يجيبوهاش كما العام اللي فات كيف هذا، الحمد لله شرفونا، يعني حاجة يعني نفتخر بها كجزائريين ولا بلدية الأبيار، وحنا رانا نقعدوا واقفين معاهم، مازالنا واقفين معاهم ونقعدوا واقفين معاهم حتى إن شاء الله كل مرة يديوها إن شاء الله، ويستاهلوا يعني كل فخر واعتزاز. احنا كمجلس بلدي ما طلقناهمش، احنا ما طلقنا، وين يروحوا نروحوا معاهم، وين يخرجوا معاهم، ونعاونهم بكل حاجه اللي عندنا في يدينا نعاونهم بها. الحمد لله احنا رياضه الأبيار، الحمد لله يعني راهي ماشيه عندنا، يعني مام الفوت مام، ولكن احنا يعني واحد يقول حق الجزائريين حنايا نروحوا ديريكت نعاونوا كاع الفوت، هو الفوت يعني ماشي غير الفوت، يعني كيما هذوما البنات مشينا مع الحمد لله هم شرفونا، لازم نشوفوا ديسيبلين واحد اخرين يعني نعاونوهم باش يعني ياخذوا يعني يشرفوا الجزائر. والله بودي اولا نشكر كثير المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاعنا البلدية الأبيار على رأسها السيد خالد كرجيج اللي ما قصرش معنا في أي حاجة، وكان فعلا سند معنوي قبل المادي، والحفل تاع اليوم احنا نفتخروا به كثير اللي هو عرفان بالمجهودات اللي قدمها الفريق تاعنا عشان يرفع راية بلدية الأبيار. إن شاء الله الفريق تاعنا والبنات خاصة ياخذوا بعين الاعتبار هذا التشريف والتكريم، وباش يبذلوا أكثر مجهودات حتى نحصد على أكبر عدد من الألقاب الممكنة في الجب محليا، وخاصة الألقاب القارية على رأسها كأس إفريقيا القادمة في شهر أفريل إن شاء الله. السلام عليكم. لعيبة عروج ليلى، لعيبة نادي الأبيار. نشكر السلطات المحلية لبلدية الأبيار ورئيس بلدية الأبيار على هاد لا ريسبسيون، نشكرهم بزاف اللي قيموا المجهودات تاعنا اللي درناها في لاكوب أغاب هادي، وهذا حافز لينا باش نزيدو نخدمو أكثر وأكثر إن شاء الله، ونزيدو نشرفوا بلدية الأبيار والجزائر، وشكرا جزيلا. نشكر بلدية الأبيار على هذه الاستضافة والمبادرة الجميلة اللي راح تكون لنا حافز إن شاء الله باش نزيدو نقدموا الأفضل في المنافسات الجاية، وأهمها هي كأس إفريقيا اللي حتكون في الجزائر إن شاء الله في شهر أفريل نورمالمون. نشكر تاني كاع اللاعبات والطاقم الفني الإداري والطبي كامل اللي خدمنا على هذا الكأس، الحمد لله اللي جبناها. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.